فيلم وذا ماني ان ذا وورلد ده واحد برضو من الافلام اللي شاركت فيها. هلا شوفي هذا الفيلم له حكايه, هذا الفيلم له حكايه. شو السبب؟ يعني انا حكى معي بشكل شخصي ريدلي سكوت تليفون عشان قال لي حابك تكون بهالفيلم بدور هو مشهدين. قلت له معك جاي يخدمك ببلاش لانه رجل انا بحبه. انت بتحبه؟ انا بحبه لانه كان قبله انا معتذر منه عن فيلم, شعرت انه لن يطلبني ثانيه طالما اعتذرت. وفاجئ انه بفيلم اول زمانين ذا وورلد بيحكي لي تليفون هو. حلو. قال لي عندي دور هيك امير عربي كذا كذا, شو؟ قلت له بيشتغلوا بلاش ما بدي مصاري. هديه يعني. طبعا ما عندهم هيك شيء منيح. اشتغلت معه. قام شو عمل هو؟ عمل شيء غريب. صار يعمل التريلر تبع الفيلم يروج الترويج يحط لي هذا المشهد وانا اي مشهد. ما احنا كمان لما شفنا صورتك في التريلر قلنا فيه خط درامي. ما في شيء ما في شيء لهالدرجه. انما هو اكراما لسلاستك معي. يمكن اكراما لإلي, تكريم لإلي. يمكن كان يحطه بالتريلر تبع الفيلم. مارك وولبرغ من الشباب الرائعين ايضا. على المستوى الشخصي انا حبيته كثير. بترتاح في الشغل مع الخواجات استاذ غسان مسعود ولا بتتعب؟ انا كنت خايف ان ينظر الينا على اننا كعرب ومن الشرق الاوسط انه اقل مستوى, فبالتالي يتعاملوا معنا بعنصريه او يتعاملوا معنا بفوقيه او باستعلاء. ما وجدته العكس تماما, يتعامل معك كزميل مساوي له تماما. بروفيشنال. لما كنت بسألك الشغل معهم متعب مرهق ولا أسهل, أنا بتكلم في المنظومة كلها, يعني فكرة التجهيزات التصوير ساعات العمل, يعني هل الموضوع مرهق أكتر ولا لا مريح أكتر؟ لا أنا بالنسبة لي مريح أكتر. مريح أكتر لسبب, لأن عندهم تقاليد عريقة يعرفون ما لهم وما عليهم. تأتي إليهم تعرفين ما لك وما عليك. بالعقد أدق التفاصيل تكتب, فما في داعي, ما في داعي أني أنا أجي توتر عصب من الإنتاج أو من الإخراج أو من ما بعرف إيش. ما في داعي. أو من النقل أو من الإقامة, ما في داعي. حتى الأكل بيسألوك عنه, شو بتاكل أنت, شو الأكل اللي بتحبه, بيكتبوه عندهم. ده في العقد بيسجلوه. طبعا بيسجلوه. بس احنا عندنا نيجي وقت البريك هتاكل ايه يا استاذ؟ يعني انت بتبقى, انا مش بتريق والله. لا ما هو انا عايشه القصه يعني, بعرفها بالشغل. ما هو اصل ده العادي, احنا هنتغدى النهارده يبقى نفكر النهارده في الغدا. بالتاكيد. وانت بتفكر في الغدا من قبلها وانت بتتعاقد قبل ما تسافري. حتى نوع التريلر, نوع الكرفان, نوع الكذا, فيك تدخلي بكل هالاشياء. يعني والله صعب. مساعديني والله صعب. معك هذا كله لما بيكون كله جاهز يعود الفن سهل, يعود التمثيل آخر شيء, مسؤوليتك الشخصية بتعود القصة سهلة. عندنا لا أذكر عملت عمل إلا تخانقت فيه, باستثناء عملين يمكن. ولا عمل إلا تخانقت فيه, ولا عمل إلا عصبت وتوترت, باستثناء عملين يعني. استثناء عملين. معلش يعني احنا يعني هنحترم ثقافه الاوردر, يعني مواعيده بالتقريب. يعني معلش عنا على ان شاء الله. ان شاء الله. بس خلص الساعه 4 ان شاء الله, قاعده 8. بس انا متاكده انك هتوافقني, الفنان الكبير غسان مسعود, انه احنا اكبر ثروه عندنا في العالم العربي هي المواهب. وخليني اتكلم على مصر واتكلم على سوريا. بالتأكيد. لا احنا دلوقتي بنمثل يعني اقطاب للدراما. مصر طبعا صناعه السينما فيها اقدم واوسع كثيرا, بس في النهايه احنا في شيء, اشياء مشتركه, ومنها انه التالنت او الموهبه سواء في التمثيل او في الاخراج, العنصر البشري هو الاهم. تأكيد. وانا اعتقد انه كتير من المواهب اللي موجوده دي لو اتحطت في منظومات اخرى يعني آخر هتطلع جاك نيكلسنز كتير. هتطلع الباتشينو, هتطلع روبرت دينيرو. الحقيقه احنا عندنا الناس دي, يعني انت لسه جايب سيره يحيى الفخراني, محمود عبد العزيز, الناس دول كان ادائهم عالمي. ولو انما اكيد اكيد اكيد. شوفي انا بقول دائما على مستوى الكوادر الفرديه هذه الامه يعني عندها ولو هي العلماء المصريين بناسا, علماء مصر بناسا,
في أعلى مكان في الكون، نوبل زويل ونجيب محفوظ. وقيس على ذلك عندكم دكتور مجدي يعقوب، عندكم ما شاء الله أسماء كبيرة جدا في مجال العلم والطب والآخر، وفي مجال الفن أيضا ما بدنا نعد، لأنه نتعب، لأنه أنتوا هلأ 100 سنة من السينما أسست لعشرات الأجيال من النجوم، عشرات الأجيال من النجوم الكبار. أنا بطلع على فيلم إنتاج 1950 كأنه مصور مبارح، قديش كان فيه اهتمام على مستوى الصوت، ما كان ياخذ صوت وصورة كاميرا، كان ياخذ الصوت دوبلاج باستديو، قديش في احترام كان للمهنة، رائع. لسه مبارح كنت عم اتفرج على فيلم إنتاج يمكن الأربعينات اسمه سمارة. تحية كاريوكا؟ طبعا. ده الفيلم ده كان قبلها بسنين مسلسل إذاعي. يعني قصدي يعني ده الفيلم ده كان حاجة جديدة. مثلاً في سمارة. فأنا رأيي الشخصي نعم، المواهب موجودة، الكوادر موجودة، الحالمين موجودين، لكن نحتاج انضباطية المنظومة، لكن نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى قرار وإرادة، قرار وإرادة عند صاحب القرار، وأن يقتنع صاحب رأس المال. هؤلاء يحكمون اللعبة، وليس أنا وليس المخرج وليس أنت. صحيح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.